السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين والمتابعين، وأسعد الله مساءكم بكل خير. عاجل تصعيد سعودي جديد ضد صنعاء، وإلى التفاصيل. أقدمت المملكة العربية السعودية على تصعيد جديد ضد البضاع التجاري في مناطق سيطرة حكومة صنعاء، وأوعزت السعودية لمحافظ البنك المركزي في عدن بإلغاء تراخيص 6 بنوك سبق أن أوقف التعامل معها لرفضها نقل مراكزها من صنعاء إلى عدن. وضارب محافظ بنك عدن حسب وثيقة تداولها ناشدون من شركة نظام السويفت بسحب النظام من البنوك الستة خلال أسبوع لمنعها من التحويلات البنكية، وتمثل الخطوة تصعيدا جديدا سيقابل برد، خاصة وأن قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي حذر السعودية من أن أي استهداف للاقتصاد ومعيشة المواطنين سيقابل بخطوة مماثلة، واضعا معادلة جديدة هي البنوك بالبنوك ومدار الرياض بمدار صنعاء والموانئ بالميناء. شكل السعودية ما تشتيش تعقل، شكلها تشتي ضربة تنسي همها، وهذا ما سيحصل إن شاء الله في القريب العاجل. واشتي تكتبوا لي بآرائكم في تعليقات إن أردتم. أشكركم على حسن متابعتي والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.